السلام عليكم خوتي خواتاتي عشاق اساس ثقه. كما عودناكم اساس ثقه دائما بجديد. اليوم جنبنا لكم كولارة في صالون كوكياجه المعروف في محل اساس ثقه ومصر. اساس ثقه 100% خرج بزاف شباب خوتنا الله كولير الله يبارك خوتنا. محل اساس ثقه مازال داير البروموسيون. هذا البارك اللي معروف في محل اساس ثقه مازال بالسومه هي هي خوتنا. زدنا لكم ان بايو وزدنا دخلنا في البايو زدنا لكم غير شويه ما زدنا لكم بزاف. مهما كان لاجونتي دو كوان بليس الصالون بليس لاطاب بليس لاطاب جيكون هذا كنا دايرينو ب 16800. اساس ثقه جات خدمه المشاهدين تاعها والزبائن. زدنا لكم بايو مكتوب بالبوائط في ام 60 خرج بيان فيني. زدنا معاه ولا 21 مليون ويسو من نقل التركيب على 58 ولايه خاوتنا. خاوتنا نبدا لكم بسم الله بالصالون في الدبلاص تاع هذه الحاجه تعرفوها انتوما. حنا المطار نخدموها بالديترونت داخل يخدم بالبوروج لي بي تاعو يخدمو كاع بوات فينيسيون في محل اساس ثقه تعرفوها. شوفوا لا فينيسيون خاوتنا حنا لاباس تاعنا هي لا فينيسيون. نزيدو نروحو لجيتي تاعها. لجيتي تاعها يخدمو بلاوات ماشي البونج ملحي حاجه من نوع الرافع خاوتنا. كيما قلنا لكم هذا دي بلاص بليس 3 بلاص تاعو هاديكم خاوتنا حاجه تحفه. اي بلاص تاعو فيها قاعده مريحه خاوتنا هاديكم الله يبارك حاجه لاكونفور. مطا تاعو حاجه من نوع الرافع بالديترون توجو كيما عودناكم لي بي تاعو بالات وداخل بالبوروج لا كارونتي نمدوها لكم خاوتنا. نزيدو نوريكم لاطابل هذيا لاطابل اللي بيها بالولادة سميناها ايفون توجور مخدومة بالبوائط فيها قاعة زجاجية في النوار كذا ومثليه. نزيدو نروحو لاجونتي دوكوا توجور مخدومة بالبوائط هنا فيها باب اوفرونت بليس حاجة الله يبارك خاوتنا. نزيدو نروحو طوا بياس تاعها طوا بياس تاعها طاب جيكو توجور في البوائط فيها قاعة زجاجية مخدومة قاع بوائط وكاتاكمون بليس هنايا فينيسيون معروفة في محل. نروحو نروحو طوا بياس تاعها طاب جيكو خاوتنا توجور بوائط فيها قاعة زجاجية في النوار لا فينيسيون في محل اساس ثقة تعرفوها خاوتنا. نزيدو نروحو لو بايو تاعها لو بايو تاعها اللي في ام 60 في طوا بول اوفرونت بليس ان تيروار وهذا يجي سون كانكيري لا كانكيري هاديكم البوني توجور في لو بوا فيها قاعة زجاجية في النوار تخرج متلاصقة خاوتنا. كيما عودناكم بعد ما كنا دايكم الصالون هذايا 16800 انا زدنا درنا لو بايو وردينا 21800 بالنقل والتركيب على 58 ولا كاوتنا لي كولار كيما تعرفوا في محل اساس ثقه لي كولار عندنا كاس كولار على كل حال. اي حاجه تحب تعرفها اتصل بنا على الارقام وحنا انا في خدمتك 24 ساعه 24 ساعه خوتنا. كيما قلت لكم دائما ان شاء الله نكون خفيف عليكم وباش نقول لكم على التالي نقول لكم بعد الكلام كاين السلام.